لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فذاك مما نهى الله عن إتيانه. لكن وقائع موسم الحج المنصرم كشفت أن إعلام دول الحصار يرتكب تلك المنهيات أو بعضها من داخل جنبات الحرم وتحت سمع وبصر وتسهيلات جهات رسمية سعودية دون أن يرعى حرمة المكان أو الزمان. ما هو أردوغان لو قلب عليه اتقلب تميم، ما هو ملوش حد تاني أصلا بيحميه، فهو بيحميه فرح له جري. طب والله وأنا بحلف بالله في هذه الأراضي المقدسة، وأنا بحلف بالله ما في واحد إخواني مصري. ورغم ما يعنيه هذا الكلام من مخالفات للأوامر الدينية الصريحة، فإن حدوثه تحت مظلة وزارة الإعلام السعودية يجعل حديث المملكة المتواترة عن عدم تسيسها للحج مجرد زعم غير قابل للتصديق، خاصة مع ما هو معروف للجميع من سماح الرياض بالحج لمن شاءت ومنعه عمن شاءت كحجاج قطر، وذلك وفق هواها السياسي. ليس تسييس الحج هو كل ما قامت به السعودية هذا العام، فلم يخل موسم الحج هذه المرة مما اعتبره المراقبون رسالة تطبيع بعثت بها الرياض من داخل الحرم المكي إلى من يهمه الأمر في المنطقة، وتمثلت في تصريح سياسي بامتياز أدلى به أحد الأعمدة الدينية للحكم في السعودية وهو وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبد اللطيف آل الشيخ، الذي كان أيضا رئيسا لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأكثر من 6 سنوات. وفي سياق المكايدة السياسية لدولة قطر، طفق الوزير السعودي يكيل المدائح للاحتلال الإسرائيلي واصفا إياه بأنه دولة إسرائيل وبأنه لم يمنع الفلسطينيين من الحج. ولكن ما يعني أثار يعني التعجب أن دولة إسرائيل على ما نعرف عنها الشيء الكثير لم تمنع الحجاج المسلمين من القدوم إلى المملكة لأداء فرضهم، أما إحدى الدول كما علمنا أو بلغنا بأنها منعت حجاج بيت الله، وهذا يعتبرها يعني سقطة كبيرة جدا جدا لمن قام بهذا التصرف. وبالطبع لم يتحدث الوزير عن مستوى التسهيلات التي قامت بها الرياض تجاه الحجاج الفلسطينيين القادمين من أراضي 48 في مقابل العراقيل والصعوبات التي وضعتها أمام الحجاج من دولة قطر، ومنها منع الطيران المباشر وإغلاق الحدود البرية بشكل كامل ومنع وجود بعثة قطرية في الأراضي المقدسة لرعاية شؤون الحجاج. هي إذن دلائل تسييس كامل وإشارات تطبيع ظاهر، ولعل ما خفي أعظم.